مرحبا مرحبا صبايا، كيفكم؟ شو الاخبار؟ طمنوني عليكم، ان شاء الله يا رب تكونوا كلكم بصحه منيحه واخباركم تمام التمام. ربي يسعد لي مساكم وكل اوقاتكم من وين ما كنتم بتشوفوني. واليوم انا عبير رجع لكم بفيديو جديد، راح شارككم فيه اختياراتي الجديده والاخيره من الموقع الاجمل والاحلى والاضخم والموقع المشهور عالميا، وهو موقع شيئين. اختياراتي هاي صبايا بمناسبه البلاك فرايداي، هي الخصومات اللي بتصير كل سنه بشهر 11 وبتبلش بالعاده من 11 نوفمبر. خصومات اعلى خصومات، وكمان مش بس هيك، مع كود الخصم الاضافي تبعي اللي بيعطيكم خصم 15% اذا كانت مشترياتكم فوق 29 يورو، او سوري لغايه 29 يورو، وخصومات بتوصل 20% اذا كانت مشترياتكم فوق 69 يورو. طبعا هذا غير عن الخصومات اللي اوريدي موجوده بالموقع على اكثر من 300 ألف قطعه. كمان صبايا التخفيضات رح تضل لنهايه شهر 11، فاستغلوا الفرصه. بدي احكي لكم قبل ما يبدا هذا الفيديو بانه كل الشغلات الموجوده بهذا البوكس رح تلاقوها كالعاده بصندوق الوصف، وكمان باول تعليق مثبت مع اكواد الخصم، مع الروابط، مع اكواد القطع. خلينا مع بعض ما نتاخر عليكم ونفتح هذا الصندوق وشارككم برايي بكل صراحه بالقطع اللي موجوده جوا، لانه فاكرين انا شو حكيت لكم بالفيديو الماضي انه في صندوقين طلبتهم وتكرروا بالغلط، فيعني انا ما رح اعمل حالي فيها متفاجئه ومصدومه انه يعني اول مره هشوف الاغراض هاي، لانه اغراض بوكس فتحتهم وجربتهم والاغراض هاي الثانيه هي تكررت بالغلط. فرح احكي لكم بالضبط عجبوني ما عجبوني، بنصحكم فيها او لا. يلا مع بعض يا حلوين. كمان ما تنسوا اذا عجبكم الفيديو تضغطوا لي لايك، كمان تكتبوا لي تعليق اذا في عندكم اي سؤال او استفسار، وكمان اتابعوني على حساب الانستغرام لانه دائما بعمل فيدباك اعلى على الانستغرام لانه عندنا مجال اكثر بالستوريز. اول غرض طلبته وكثير حبيته وكثير بحب الاكسسوارات تبع شيئين، وخصوصا اللي بتكون بتناسب الناس اللي عندهم حساسيه مثل حساسيه النيكل الرجي اللي هي الموجوده عندي، لانه الحساسيه هاي اذا حد لبس اكسسوار بصير جسمه هيك يحكه، فعندهم نوعيه معينه من الاكسسوارات اللي بتساعد هاي الفئه من الناس، وانا لقيتها عندهم كثير حبيتها وكمان لونها ثابت. طلبت هذا الاكسسوار اللي بيجي عباره عن خاتم واسواره وسلسله وكمان حلل، وبحب الشكل هذا. وخليني احكي لكم بصراحه، انا مالي من الناس اللي كثير بهتم انه العين يعني بترد الحسد والكلام هذا، لا ابدا، بس انا بحب هذا الاكسسوار كشكل وكثير حبيته، واصلا بكل الاحوال كسيده محجبه قليل جدا ليبين اكسسوار الرقبه، يعني صح كوني الحجاب عليها هذا حلو ولا لا. القطعه اللي بعد بنات هي قطعه طالعه ترند، وبصراحه بتعطي جماليه للملابس وكمان للمحجبات، تعتبر واحده من الاكسسوارات اللي كثير لطيفه، وكمان بما انه هي مثل ستاندرد تنفع كمان لبناتك اذا كانوا صغار او كمان حتى زوجك بيحطها هيك كستايل. يعني خليني ورجيكم القطعه هاي. هاي القطعه هي عباره ما بعرف شو اسمه بصراحه، بس هي اكسسوار بينحط على الترنش كوت او اي شغله ساده بهذا الشكل، طبعا من بعد ما تكوها شكلها كثير لطيف وبتعطي عن جد لمسه ظريفه جدا للبسه. والغرض يلي بعده هون صبايا هي شغله كثير من المحجبات وغير المحجبات بحاجتها، ووحده من الشغلات البيزك وسعرها هالفتره كثير لطيف، وهي الشورتس. هي مش مجرد شورتس عادية، ليش؟ لأنه هي بتيجي كتير ستريتش وكتير بتلم الجسم، وبنفس الوقت خصرها عالي، فإذا كنتي من الصبايا من بعد الولادة أو أنت بشكل عام عندك خواصر أو عندك بطن، هاي الشورتات كتير رح تشد من منطقة الأرداف وكمان الخواصر، وموجودة كاسيت باللون الأبيض واللون اللحمي واللون الأسود. كسيدة كمان محجبة وغير محجبة فيكي تلبسيهم، مش بس للرياضة، كمان فيكي تلبسيهم بالبيت لأنهم مريحين جدا، وكمان تلبسيهم تحت البناطيل أو الفساتين اللي بتشف، يعني الفساتين القصيره او البناطيل البيضاء، فكتير لهم استخدامات وبصراحه مفيدين جدا وسعرهم معقول. والقطعه اللي بعدها هو ست في 4 كاسات، كتير بنصح فيه، ولسه امبارح استخدمت الطقم الاولاني اللي وصلني منه، بنصح فيه جدا، كتير عملي وكتير حلو وسميك، والاحلى من هيك بانه القطع تبعه اللي بتلزم بالتنظيف وكمان التقديم كامله، وحطيتهم بالجلاية وما صار لهم ابدا اي شيء، وحجمهم كمان كبير. بيجوا كاسات بهذا الشكل 4 بست 1 ازاز، ما لهم بلاستيك، وكمان هاي سميكه ومحكمه الاغلاق. بيجي معها كثير اللي حبيته معهم انه بيجي هذا الست، الست هاد فيه فرش للتنظيف للشاليمون تبعهم، وكمان شاليمون بيجوا ازاز سمار هيك بيطيروا العقل،
وكمان في فرشيتين لحتى تنظفوا فيها الشليمون من بعد كل استخدام. الحلو فيهم بنات بانه حجمهم كبير، تقريبا لتر كامل او لتر وشوي، وكمان الشفاطات تبعتهم او الشليمون تبعونهم بيجوا سماك وكزاز يعني احلى، وبطريقة تحافظي على نظافتهم تتاكد انهم تمام، وبيجي كمان عريض يعني سواء بدك تعمل فيه ايس كافي او تعمل فيه سموذي كتير تقيل رح يكون كتير مناسب، كتير حبيته وكمان كتير عريض. نيجي للشغله اللي بعدها اللي بدي اوفر عليكم وقت كتير كبير وانا احكي لكم عنها. حكيت لكم المره الماضيه باني رح ارجع واجيب منها، صرت جايبه 3 صناديق منها، كل صندوق فيه 24 قطعه اعتقد، هي علب المنظمات تبع المطبخ. حكيت لكم رح اجيب لكل المطبخ لحتى اي خزان تفتحوها تلاقوها نفس الموديل، فكتير حبيتها. وهاي اخر علبه وبصراحه ماني بحاجتها كلها لانه ما شاء الله كل واحدة كان فيها 24 وكمان فيها احجام مختلفه، خليني اورجيكم اياها. وانا فكرتها بس علب بس اكتشفت انه كمان فيها شغله ما انتبهت لها لما طلبتها، وهي كاسات معياريه ملونه. شوفوا العلب تيجي بثلاث احجام او سوري 4 احجام، خليني ورجيكم حجم كتير كبير بهذا الطول، وبعدين هذا الحجم الوسط. احكي لكم انا شو عملت بكل حجم منهم كيف وزعتهم لانه اكيد في احجام ما بتيجي عندي بخزن المطبخ وكانوا بزياده، وهذا الحجم كمان. طبعا الصندوق شايفين كبير هاد ومليان علب، وطبعا تقدروا مش بس تشتروا 24 قطعة، في منه هذا الست بيجي 6 قطع بس، في منه بيجي 12، في منه بيجي 21، في 24 وفي كمان اكثر حسب انتم شو بتحبوا. طبعا الاحجام مثل ما حكيت لكم صغير واكبر واكبر وكمان الكبير كثير، وطبعا الغطيان تبعهم خليني اكد عليكم بانه محكمين الاغلاق، يعني انا حاطه فيهم اللي بهارات وانا كثير مرتاحه بانه ما راح يبردوا او ما راح يروح الطعم فيهم او النكهه تبعهم، فكثير حبيتهم لانهم محكمين تمام هيك. ومش بس هيك بنات، لما تفتحوا العلب راح تلاقوا جواتهم غير الغطيان طبعا هي هاي اللزقات، ومعها قلم باللون الابيض تكتبوا على كل لزقه على العلبه شو هو مثلا البهار او شو الشغلات اللي حاطينها جواها، وكمان اذا حابين بعد فتره تمسحوا اللي عليها تكتبوا شيء ثاني مثلا اللي عندكم خلص حابين تستخدموه لشيء ثاني، بتبللوا اللزقه هاي شويه مي تمسحوها فوطه وبعد هيك بترجعوا تنشفوها وتكتبوا عليها. كثير حبيتها وممتازه وعمليه. اكتشفت بانه حاطين لي هاي الكاسات المعياريه، بصراحه كان عندي وحده وضاعت فكثير حبيتهم، بيجوا مع بعض وكل معلقه منهم عليها المعيار تبعها اذا بدك تعملي حلويات اذا بدك تعملي معجنات، فبيجوا بهذا الحجم طلعوا كيف ربع كوب نص تلت كلهم بيجوا بنفس الست، تحطيها ترجعي بتسكريه، شكلهم كتير حلو ولطيف شايفين، نرجع منأمن عليهم هيك وصيروا مع بعض. كتير حبيتهم وصراحة عمليين جدا. حطيت الحجم الصغير هذا فيه بهارات والحجم الأكبر شوي اللي هو هاد حطيت فيه شوي من البقوليات، والحجم الأكبر حطيت فيه مكرونة أو رز والقصص هاي، وفي عندي حاجات طبعا بتكون كبيرة حطيتها مثل الشباكيتي وغيره، بس أخذت كمية كبيرة من هاي العلب صراحة كتير استفدت عليهم. ليه؟ لأن حطيت فيهم مواد تنظيف اللي بتيجي بودرة، يعني الملح تبع الجلاية تبع المطبخ أو دواء الغسيل تبع الغسالة أو أغراض المعطرات تبع النشافة والقصص هاي، وكمان الكبسولات تبع الجلاية، فهيك الشغلات هيك قدام ترتبت بالحمام لا مواد التنظيف بشكل كتير حلو، كل مواد البودرة حطيتها هون وهيك بصير مطمنة، وأنا عم اغسل كل فترة اشوف شو الناقص لحتى اجيبه من غير ما اتفاجأ فجأة بانه في شيء خالص. كثير حبيتهم بنصح فيهم جدا، وعن جد شكلهم بالخزانة ارتب بكثير من قبل اللي كانت كل تقريبا كنت جيب كل 6 علب من موديل وما كنت لما ارجع اجيب الاقي منهم، فكثير حبيت اني مرة واحدة جيب نفس الموديل. خليني اشاريكم هذا المفرش مكون من 4 قطع كثير حلو بيطير العديل ولونه كمان بيلبق لكل الوان غرف النوم، بيجي باللون الاوف وايت، 4 قطع عبارة عن 2 من الكفر للمخدات وبيجوا قطن كتير حلوين، ومن الجناب بيجي عليهم دانتيل لانه بالاساس الكفر تبع الحاف الكامل بيجي طبقات دانتيل بجنن كتير ناعم وحلو. ومش بس هيك كمان معه ملاية للسرير كتير كبيرة، ومانا ملاية بس تحطوها هيك للفرشة ويدخل لجوه، لا هي ملاية بتمسك الفرشة وبنفس الوقت كمان دانتيل بينزل لحتى يغطي
بكل اطراف السرير. كتير حبيته وهو بيجي قطن كتير بارد وكتير حلو وينفع صيف وشتاء لانه ممتاز جدا. انا كتير حبيته وبنصح فيه مليون بالمية. بصراحة مبسوطة جدا بانه هاي المرة اختياراتي كانت للبيت وبالصدفة بعتولي الاغراض مرتين، فكنت محظوظة بانهم ما قبلوا اني ارجعها واعطوني اياها هدية ثانية. كثر خيرهم. تعالوا ارجيكم الغرض اللي بعده اللي راح تلاقوه اكيد بفيديو تنسيقات، جربتها وكتير عجبتني. صار عندي منها كمان اثنين وهي هاي تنورة من ماركت موتيف. انا بحكي لكم اذا بدكم تشتروا ملابس وعندكم بشرة حساسة ما لكم الا ملابس هاي الماركة، جدا جدا ممتازين. هاي تنورة باللون البيج. الحلو فيها انا هخبركم عنها اكتر بفيديو الملابس، هعمل بس تنسيقات للخريف. تنورة لونها بيج، بيجي طولها مناسب لغاية رمانة الرجل. اذا كان طولكم من 162 متري او اقل رح تكون كتير مناسب، اذا كنتوا اطول من هيك رح تكون عليكم قصيرة، بس بكل الاحوال اذا كانت قصيرة فيكم تلبسوها على بوتس عالي تطلع كتير حلوة لانه بتستحق. كسراتها كتير حلوة ومش بس هيك، بتيجي سميكة مناسبة للشتاء لانه كمان مبطنة وابدا ما بتشف. والحلو فيها بتكون الصورة هون كيف شكلها بالضبط، بيجي معاه هذا الموديل اللي بنحط على الخصر، بتحطوه سواء بالتنورة او تشيلوه من التنورة، ممكن تحطوه كمان كحزام لا فستان او هيك شيء، حزام هيك بنحط جوا هاي لحتى يصير كمر للتنورة. كتير حبيتها وتقييمي لها 20 من 10. تعالوا نشوف شو موجود هون مشان انا نسيت. اوكي تذكرت، هاي بنات قطعة كتير كتير حلوة، وبما انه صار عندي منها اثنين فقررت واحدة احط فيها الصواني وواحدة تانية حطيت فيها اوريدي شو بسموه هاي الخشبيات اللي بنحطها تحت الشغلات الساخنة او الخشبيات اللي بنقدم عليها مثلا الاجبان والخضار وهيك للفطور. كتير حبيتها وكتير ماكنة وبتيجي كطبقتين، يعني استخدامها جدا سهل وبسيط، حتى اني ما استخدمت هدول اللصقات اللي معهم، بتفوتوها بهذا الشكل بدولاب من دواليب المطبخ بهذا هيك. كيف انا كنت هيك شايفين هاي بتفوت بالخزانه بتيجي هيك، فانت من هاي الفتحات بتصير تحطي مثلا صينيتين او حتى القطاعات وهيك شغلات، فكتير حبيتها. وبدل ما تحطيهم ورا الحنفيه او على المجله وياخذوا شكل ويعني كمان يتبهدلوا، فهيك بترفعيهم يعني بتكسبي مسافه، فمسافه بتكسبي مساحه، فكتير حبيتها وعمليه وسعرها بسيط. تعالوا نشوف الغرض يلي بعده. انا عرفتها رح ورجيكم وهي جاهزة تمام، لانه كمان تكررت وهي بازة بتيجي قطعتين باللون البيج. واحدة رح تكون عندي على طاولة السفرة حطيتها، والتانية رح تاخدها بنتي للمكتب تبعها. هي اول ما حكيت المكررين رح اخذ التانية. احجامهم مانا كبيرة يعني هيك وسط شايفين هيك، والقطعة الثانية بهذا الشكل كمان هيك. اوكي بنات شايفين هاي هي البازات، كانت عندي على طاولة السفرة اثنين مع بعض، شكلهم كتير ناعم وبسيط. واذا فاكرين بالفيديو الماضي حكيت لكم كمان انه بعتولي من هاي شغلات انا طلبتها، بتيجي تقريبا 120 قطعة من عيدان البامبو المشكلين. حطيتهم انا بصراحة على السريع، بس ما حطيتهم كلهم لانه ما بتسع، هي مانا كتير كبيرة، فالنص التاني منها حطيته بفازة تانية مع ورود ملونة، فطلع كمان شكلها لذيذ، وصار عندي منهم كمان اثنين كتير حبيتها والخامة تبعتها ممتازة. نروح صبايا للغرض اللي بعده. اوريدي انا استخدمت واحد منهم، هو ست لحزام للخصر باللون الاحمر والابيض والاسود، بتجيبوا ست مع بعض اعتقد يمكن 8 او 9 يورو سعرهم مناسب. شوفوا انا حاطه واحد هون هو نفسه هذا الاسود هون تمام. بنتي اجت تحضر جنبي. المهم هذا الحزام كتير حلو وكمان بيستوعب احجام مختلفة، حتى انه كبير شوي علي، بصراحة انا حاطة له يعني كباسة من ورا لانه شوي واسع، بس انا دائما بجيب من هدول الست لانه كتير بيلزموني سواء لفساتين او تنانير ما بستغنى عنهم ابدا، بحسهم بيعطوا خصر كتير حلو. الغراض يلي بعده شفت بصراحة صبايا مستخدمينه وكتير مشكرين فيه، فحبيت جيب منه اوريدي استخدمته. هو عبارة عن هايلايتر بنحط فوق العيون يعني للمناسبات، وبصراحة لانه ما في مناسبات وبالعاده لما بتشوفوني ما بحط هذا الميك اب على عيوني، يعني بتفي دائما بايلاينر او باللون اللي بني الفاتحه وهيك، بس
بالبيت مش غلط، او لما تيجي مناسبه ان شاء الله بنستخدمهم. الهايلايتر هذول بيجوا باللون شوي على ذهبي وشوي روز جولد وواحد فضي، بيعطوا شكل كتير حلو سواء عند مدمع العين او اذا حابين تفردوه على جفن تبع العين بميك اب كتير سميك، وممكن تحطوا شوي منه على الوجه، بس انا يعني حبيته اكثر على مدمع العين او العين بشكل عام. على الخدود حسيته كتير قوي وكتير ظاهر، كتير حبيتهم، بيجوا ست مع بعض. تعالوا نشوف شو في عنا هون. اوكي تذكرت، هاد بوتس كمان صار عندي منه اثنين باللون البيج، انصح فيه جدا جدا، كتير حلو ومريح بالرجل ومقاساته مظبوطة، وكمان بينبغ لكتير شغلات. ومثل ما خبرتكم حاسة تنسقات معظم الملابس الخريفية رح تكون عندي وشتها باللون البيج، فحكيت خليني اجيب بوتس باللون البيج، بيجي سحابه من ورا. في احيانا بنشتري بوتس بتكون من هون شوي ضيقة، وخصوصا نحن بنلبسه تحته بناطيل ممكن تكون سميكة بالشتاء، فهاد المدى تبعه من هون واسع وكتير حلو، والسحاب بيجي من ورا، فأنا كتير حبيته. وهو ما في كعب داخل، هو يعني يعتبر زحاف بس كتير لطيف، وفي منه كمان ألوان. فاكرين إنه أنا كان عندي من الشتاء الماضي لون أسود ورمادي منه، فجبت هذا البيج. الشغلة مين بالمطبخ؟ أنا. أوكي. والشغلة اللي بعدها هي هاي المكواية البخاري اللي خبرتكم عنها بالفيديو الماضي، من أحلى مميزاتها غير إنها قوية وعن جد بتستاهل، إنه لما بدكم تسافروا ما بتشيلوا هم إنكم تكووا الملابس وتحطوها بالشنط وبعدين توصل لغاية المكان اللي بدكم تسافروا عليه والملابس مبهدلة، فأنتوا بتاخذوا هاي معاكم بتعبوها مي بالأوتيل وبتكووا أواعيكم وهيك بتكونوا مرتاحين، وهاي أصلا بيسمحوا فيها تاخذوها على الطيار، فكتير حبيتها وعن جد بتستاهل. الشغلة اللي بعدها يا جماعة مو لإلي، أوبس استنوا الكرتونة رح توقع، لزوجي لأحمد، بس يا أحمد ممكن تغششنا هاي لشو هي؟ أوريدي آخر قطعة موجودة عندي بهذا البوكس، وكمان على فكرة طلب شغلة تانية بس أنا حكيت له خدهم لأني ما بعرف أشرح عنهم. في غرض كان مقدح، وكيف يا أحمد شفته؟ ممتاز هو اصلا من يوم ما شاف غراض شيء ممتازين صار بقول نص الطلبيه لإلي. الغرض اللي طالبه هون نسي ياخده هو جهاز اعتقد بيبخ الدهان، سبراي للدهان، لسه هذا ما جربناه بصراحه. بتحطوا الدهان فيه وبيرشوا رش. المهم تفضل، مبروك عليك. وبهيك صبايا بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، إن شاء الله يا رب تكون الأغراض عجبتكم. ما تنسوا تستغلوا الخصومات اللي بدأت أوريدي من 11 نوفمبر بمناسبة بلاك فرايداي أو الجمعة السوداء، خلينا نحكي الجمعة البيضاء، وإن شاء الله يا رب يجعل أيامكم كلها بيضاء، والخصومات كتير حلوة، فما تنسوا تستغلوها مع الخصومات الإضافية اللي حكيت لكم عنها بأول الفيديو. طبعا روابط وأكواد كل قطعة مثل ما خبرتكم تحت بصندوق الوصف وبأول تعليق مثبت. أي سؤال عندكم أو أي استفسار حابين جاوبكم عليه ما تنسوا تكتبوه تحت بتعليقات لحتى اجاوبكم. وهالجيت صار لازم احكي لكم، اتمنى لكم صحة وسعادة وراحة البال وهذا كل شيء، بشوفكم على خير بالفيديو الجاي، باي باي.